هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عضو المجلس الوطني الاتحادي هنأ محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، وعرب جبالي عن خالص التهنئة لرئيس البرلمان العربي الجديد متمنيا له السداد والتوفيق في مهمته الجديدة، ومؤكدا أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي. كما توجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة فوز مرشح دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي.